هنا البعض نسب إلى هذه المقولة أن أحد أصحابه قال له: أجننت يا عابس؟ كيف تلقي درعك ومغفرك؟ مجنون أنت؟ فأجابه عابس قائلا: حب الحسين أجنني. هذه المقولة صارت عنوان لهذا التوجه. لكن هل هذه المقولة صحيحة؟ العلماء والباحثون بحثوا في الكتب في المصادر فما وجدوا أصلا لهذه المقولة. هل كلمة وأن عابس ابن أبي شبيب قالها؟ هذه صد جاءت في كتب طبعت في النصف الثاني من القرن العشرين، كتاب أدب الطف للسيد جواد شبر وهو معاصر، وكتاب مع الحسين في نهضته للشيخ أسد حيدر وهو معاصر، في النصف الثاني من القرن العشرين جت هالمقولة. كل الكتب اللي قبل ما في هذه المقولة، فهذه مقولة غير صحيحة وغير ثابتة ولا يمكن أن تكون صحيحة، ولا يمكن أن يكون الجنون عنوانا. نحن لا نقبل أن يقول الإنسان حب الله أجنني أو حب رسول الله أجنني. حب الله يدعو إلى التعقل، حب رسول الله يدعو إلى التعقل. أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. لا يصح أن تكون هذه المقولة غطاء ومبرر لممارسات عاطفية منفلتة. بوصفهم أبطال العرب القدامى، فلهذا في ليلة واحدة بيده قتل 750 نفر. ذاك وهكذا مولانا بدأت هذه القصص اللي انتم تقرأوها. عد هذه وين انسحبت مولانا؟ انسحبت مولانا في كربلاء مولانا. فأنت من تحسب مولانا في كربلاء الذين قتلوا كل واحد خرج وقتل وخرج قتل، هي المعركة كلها بالوحدة الظهور إلى 4 العصر، ايش قد مولانا؟ 3 ساعات. تحسب عدد المقتولين يحتاج 3 سنوات مولانا حتى فقط واحد يقتل. هذا خرج قتل لـ200، هذا خرج قتل لـ180، هذا خرج قتل لـ40، هذا خرج انا ما ادري لو كانوا الدجاج هماتين هيك يذبحهم هم، مع انه هم انتم تقولون هذول كانوا ابطال العرب، هذول كان كل واحد يعد منهم بـ1000. اخي يا عزيز، ولهذا قلت لك في ابحاث سابقه قلت ان البعض اضطر ان يقول بانه تمدد الزمان في 3 ساعات، لانه ما يمكن، لا لا ليس معقولا، ليس معقولا. ولا بينكم وبين الله يخرج علي الأكبر يقاتل ثم يرجع ثم يذهب، هو يرد 1.5 ساعة ولا صحيح ولا؟ أبي الفضل كذلك، القاسم كذا، بعد بني هاشم خرج واحدا، الأصحاب واحد خرج مولانا، ما أدري واضح صار. هذه كلها من أين جاءت؟ جاءت من هذه. قال: إذ أصبح محور الاهتمام في هذا الهيكل حروب النبي وغزواته عوضا عن رواية ملاحم أمراء الجاهلية بوصفهم أبطال العرب القدامى، على هذا الأساس بارز أدب السيرة بعد 1.5 قرن تقريبا من وفاة الرسول، فكيف تدرجت الأمور إلى أن ألف ابن إسحاق سيرته ماذا؟ المشهور من هالقصص، القصص الموجود، لأنه مكتوب شيء أو غير مكتوب، ها؟ غير مكتوب، فموجود فقط على ماذا؟ في المجالس وعلى الشفاه وعلى القصص، فبدأوا بجمعها.